يعيش أياما عصيبة بين مطرقة الغياب عن الدوري الممتاز المحتمل جدا وسندان البقاء الضعيف والذي يستند على تطمينات ومحاولات. هكذا أصبح حال نادي الطلبة، فبعد أن كان لا يقبل إلا بالتواجد على منصات التتويج بطلا أو وصيفا في بعض الأحيان، صار اليوم يتمسك ببصيص أمل يعتمد فيه على المماطلات والتأجيلات. ديون متراكمة أثقلت كاهل النادي وجعلت بذمته أموالا طائلة لكل من عمل أو تعامل أو تعاون خلال السنوات الأخيرة، وغياب تام للتخطيط الإداري ساهم بشكل كبير بالوصول إلى هذه المرحلة الحساسة. شكاوى عديدة بسبب عدم دفع المستحقات المالية أفقدت الأنيق بريقه الذهبي وجعلته في موقف لا يحسد عليه، وأفقدت مصداقيته في التعامل مع الآخرين. وزارة التعليم تتحمل جزءا كبيرا مما يحصل لفريقها الكروي بعد التنصل عن أداء دورها الحقيقي، فتارة تغيب تماما عن المشهد وكأن الأمر لا يعنيها، وتارة أخرى تظهر لتعطي مبالغ قليلة لا تسمن ولا تغني من جوع. خصم الأمس والند القوي والقطب الجماهيري الرابع كسب تعاطف جميع الأندية، وهم يرونه بهذا الحال وهو يترنح في حلبات المحاكم في لحظات صعبة ربما يتلقى فيها ضربة قاضية تبعده نهائيا عن تكملة الجولات، أو ينهض بعد سقوطه مستجمعا قواه بعزيمة البطل الذي يرفض الاستسلام. من بغداد للشوط الثالث، زيد السراج.